جيكم بخير، كنتمنى فيكم توقفي معنا المساكين. شرينا هذا الشيء بالله يغفر بها الذنوب ريال بريال، وتنتمنى فيكم توقفي معنا لتنطلب ربي ما يضيعنا، الله يوقف مع هاد الناس كله، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. ما تنتمنى ما نضيعوش حنا وهاد الناس كله، راه دراوشين ديال الله سبحانه الا هو. حنا المتضررين من اعاده الهيكله بسي الطيبي، كان عندنا تسجينات ديال صاحب الجلال في 2005، وحنا الاراضي اللي خاويه داوها لينا، وصيفطنا رساله للقصر الملكي، وكان الاجابه ديالها انهم غادي يستافدوا كالمتضررين من اعاده الهيكله، وكان العام السابق ديال القنيطره قال لنا غادي يستافدوا بالثمن التفضيلي، ولكن لقينا هذاك الشيء كامل غير وعود. ودابا حاليا راه تبدل العامل ديال القنيطره والوالي ديال الرباط، ولكن ما كاين حتى حوار ولا لقاء ولا استدعاء من طرف المسؤولين. تنتمنى من الجهات يعني المعنيه والمختصه في هذا المشكل هذا انهم يحلوه في اسرع وقت، لان هاد الناس هادو 20 عام وهما تيعانوا من هذا المشكل هذا، وبغاو الاراضي ديالهم لمده ديال 10 سنوات، وحنايا كنعانيو من هاد. المهم داروا لنا اعاده الهيكله وما المهم الناس ما استفدوش. هذه مده ديال في 2005 اللي درت اعاده الهيكله ديال السي الطيبي، والناس مازالين لحد الان حنايا ما استفدنا حتى من شي حاجه. والمهم حنا عاود وعدونا بوعود زائفه بلا حتى شي نتيجه. الناس كيوعدونا بان راه غادي يعطيونا الاراضي ديالنا بواحد اقل من 20000 ريال، وحنا باقيين كنتسناو وما كاين حتى شي نتيجه في هذه الساعه هذه. ونطلبوا من الله ومن صاحب الجلالات نصره الله ان يدخل لنا في هاد المسائل ديالنا ان شاء الله بحول الله. هاد الناس ما غير الوعود الزائفه بلا حتى شي حاجه، بلا حتى نتيجه، بلا حتى شي نتيجه. اختي حنا هاد الارض اللي مكلحين عليها حطينا فيها دم جوفنا، وخلينا ولادنا بلا عراو وبالعطش، والقيلو غاديين جايين كنجريو عليها، وخلصنا الفلوس، بعنا صحتنا، بعنا ذهبنا، والقيلو نخدموا غير في الديور، وفي التالي قال لك ولي عاوديها بالخلاص. ماشي معقول، ودابا عايشين غير في الكره، حتى الكره ما كنلقاوش نخلصونا بعدا اصلين. دابا يلاه مات لي با ما لقيتش باش نخلص الكره، فاتمد هي معاه بقيت باش نخلص الكره، ودابا عاود ولي عاود قال لك خلصيها عاوديها بالخلاص ولا ما نعطيوها لكمش. ماشي معقول.